ذكر المؤلف باب الرياء. الرياء عندنا الأصل فيه أن الشرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. ابن القيم رحمه الله يقول هذا، يقول الرياء الشرك الأصغر كيسير الرياء. يعني ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر. من أخلاق أهل النفاق ماذا تصنع؟ علاج الرياء باختصار، الأول دراسة التوحيد والعمل به، لأنه عندما توحد الله لا تبالي بأحد في دين الله. الثاني ماذا؟ الدعاء، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. الثالث عدم ترك العمل خوفا من الرياء. انتبه، خطير الشيطان، إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في ترك العمل خوفا من الرياء. هذا الأخ الآن يريد يصلي هنا وقال أخاف يأتيني الشيطان وأرائي أترك الصلاة، لو ترك الصلاة شرك الصلاة. يصلي هنا أو يأتي في طرف من المسجد ويصلي، المهم لا يترك الصلاة خوفا من الرياء. الثالث إخفاء الأعمال قدر المستطاع، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعمل تعلم شماله ما تنفق. لبعض الناس اتصل عليك قال والله اليوم في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر وإحنا خارجين من باب السلام حصل كذا وكذا. يعني إيش؟ يعني أنا مصلي الفجر وجاء من الساعة 3 و4 في الليل في الصف الأول، عرفت؟ نعم. وبعض الناس اتصل على بعض الشباب قال وين أنت؟ قال يا أخي أنا حمامة المسجد النبوي وصلي الفجر والعشاء بوضوء واحد، لا أخرج من الحرم. والله صدق، والتصوير اليوم حدث ولا حرج. بعض الطلاب يقول طيب وهذا التصوير؟ التصوير يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان في منفعة تصوير الدروس العلمية يقول يصح، أما أن نصور الحج والعمرة ويتصور الحاج والدعاء وهو يطوف ويسعى. واحد من الحجاج جاء ومعه مخرج أو ما أدري مصور خاص يصور له حتى إذا رجع يعني يخرج الفيلم كاملا للحج والعبادات وكذا التي حدثت. وأنت تعرف بعض الدول إذا رجع إلى الحج يصنع الزردة والوعدة والطعام ويكتب على البيت، أنا رأيت بعيني، يضع البيت طائرة وجبل عرفة وصورة الكعبة ويكتب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رجع بعض رجل اسمه حسن من عندكم، رجع إلى بلادي وصنع الوليمة وكذا. والمهم بعد أيام كان يمشي في السوق، اسمه حسن، وهذا صديق ينادي يا حسن، هذا لا يرد، يا حسن يا حسن، اختفت. قال تنادي من؟ قال هذيك أنت حسن صديقي. قال أنا حسن أدفع 25,000 وأصنع المهم هو بيقول الزردة والوعدة وأصنع وأكتب لافتة أنا الحاج حسن حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابة رضي الله عليهم، في واحد قال الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إيش حاج وحاج؟ واحد كتب على بيته تحمل الحاج 5، يعني إيش 5 مرات حج إلى بيت الله الحرام، وممكن واحدة منها ما كانت لبيت الله الحرام. والله الذي لا إله إلا هو يحج إلى بعض القبور أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام. وبعد هذا البعض يقول لا داعي نعلم التوحيد. إذن الرياء أمر خطير. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابتي من الرياء رضوان الله عليهم، إذا نحن من باب أول، أشد من خوفي عليهم من الدجال، مع أن الدجال فتنة عظيمة والشرك أكبر. لماذا؟ لأن الرياء في كل وقت والدجال في زمن محدد، والدجال فتنة ظاهرة والرياء فتنة خفية. اسمع، أمس سألني أحد الطلاب قال هلا أنا مخلص وأحيانا يجيني الشيطان وأنا في الجامعة الإسلامية أريد أترك المعهد والجامعة الإسلامية. لا طيب، لو قلنا بهذا ما أحد طلب العلم، أنا لا أدرس، شيخ حذيفي لا يصلي بالناس، لا أحد يؤذن، صح يلعب عليك، لا علم وامضي وقل يا رب أرزقني الإخلاص واحرص أن
تخفي الأعمال ما استطعت، والله سبحانه وتعالى يغفر لي ولكم. فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورا. طيب.